تثقل الأصفر أوراق العملة الإيرانية. انخفضت أمام الدولار فزاد حملها على الإيرانيين ونفسها، لكن المصرف المركزي اقترح مؤخرا على الحكومة تخليصها من 4 أصفار لعلها تستعيد شيئا من الرشاقة بعدما تضخمت في العام الماضي بما يقارب 60%. فهل تصلح وصفة المصرفي ما أفسده تزامن اهتزاز الاتفاق النووي والأزمة الاقتصادية؟ في هذا الوقت الراهن هي لن تلاقي إلا الصدى النفسي على الشارع الإيراني، لأن هناك العديد من الإجراءات الكثيرة التي يجب اتخاذها قبل حذف هذه الأصفار من العملة الإيرانية، وبالتالي يجب بالدرجة الأولى إصلاح النظام المصرفي في الجمهورية الإسلامية، وثانيا تحديد سعر أو تحديد سقف الاستثمار الخارجي والعمل مع الشركات الأجنبية وخفض مستوى التضخم الكبير. وبالتالي إذا لم يتم إجراء هذه الخطوات خلال العامين المقبلين فإن هذه الخطوة في حال نفذت لن يكون لها أي أثر اقتصادي على الاقتصاد الإيراني فيما بعد. حذف الأصفار 4 من الريال سيعني حذف 3 في الواقع، فالتضخم ليس وحده محور الاضطراب في العملة الإيرانية، فعلى الورق العملة هي الريال، لكن على لسان المواطنين العملة لها اسم آخر. في الكلام اليومي أستخدم التومان، لكن في المعاملات الأخرى الريال فهو العملة الرسمية في البلاد. في المعاملات اليومية تومان، لكن عندما يتعلق الأمر بمعاملة أو عمل رسمي أستخدم الريال. في نهاية المطاف ليس هناك من فرق، الريال يحوي صفرا إضافيا. التومان فعليا يساوي 10 ريالات في التعاملات المالية، هو عملة قديمة غير موجودة فعليا منذ قرن تقريبا، تعود إلى زمن المغول أي القرن 11 الميلادي، لكن روح التومان المتمردة قد تعود إلى الحياة قريبا. قبل عامين على اقتراح حذف الأصفار وافقت الحكومة الإيرانية على استبدال الريال بالتومان بشكل نهائي، لكن هذا الأمر لم ينفذ بعد بانتظار المجلس. الحكومة وفي حال إقرارها لمقترح حذف الأصفار ربما سيكون عليها رفع المشروعين معا إلى المجلس لإقرارهما، ومن ثم تصدر لإيران عملة جديدة بشكل جديد واسم جديد قديم وبأصفار أقل. علي هاشم، بي بي سي.